أطفال يعيشون ظلمة دامسة، يأملون بصيص نور من قلوب رحيمة. وجمعية أندرويل تحاول اليوم بمساهمتها إدماج هؤلاء الأطفال المكفوفين في مجتمعهم، وحمل ولو عبء صغير على الأولياء، وتأمين رحلة الذهاب من وإلى المدرسة. شنو اسمك؟ هيفا. هيفا فرحانة اليوم؟ آه. عليه؟ خاطر جيتنا الكار. ياسين فرحانة؟ آه. عليه؟ على خاطر جيتنا الكار فرحان. عليه؟ خاطر جابونا حفلة. أنا اليوم هنا باش يعني باش يعطيونا حفلة. فرحانة؟ إيه. شنو تنجم تسهل لكم الحفلة هذية؟ مثلا قلت لك تسهل لنا على التنقل، على يعني على التنقل، قلت لك بين الجمعية إلى المنزل، ومن المنزل إلى ال 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 قلت لك إلى المدرسة، وإلى المدرسة إلى الجمعية. باش تكنتجنا تساعدنا في التنقل، وكان نمشيو الرحلات باش رحلات استكشافية، وتساعدنا حتى على قرايتنا كان نشوف بالرحلات. باش تهزنا وباش تعاوننا في قرايتنا. والله دموع الفرحة على خاطر أنا ولدي قرا في سوسة، والحق تعذبنا برشا برشا، والحمد لله هذا النهار كنا نتمناوه وصلنا له اليوم أكبر فرحة. ومن مازلتش نقول لك شعوري شنو نشعرت، الحمد لله فريمون يعني بارك الله فيهم الناس كل اللي ساهموا في الكار هذه واللي عاونونا، بارك الله فيهم. الأمور بتاع صغيراتنا المكفوفين من حسن إلى أحسن إن شاء الله. أول حاجة معناتها توفرت لنا المدرسة باش يقراوا، وثاني حاجة معناتها وفر لهم الظروف الملائمة للتمدرس، ووفر لهم جميع الرحل جميع الظروف من رحلات من وبخلاف هذا معناتها آخر تتويج صار في آخر السنة الدراسية هذه هي الحفلة اللي كرمونا بها السيدات ورجال الأعمال صفاقس، واللي نشكرهم على المجهود هذا وبارك الله فيهم، ورب إن شاء الله جزيهم كل خير. ربما تكون الفرحة أكبر من سببها. اختلطت الفرحة بالدموع. تقاسم الجميع لحظة إسعاد هؤلاء الصغار، لحظة قد لا يرونها بعيونهم، لكنها من المؤكد أنها لن تمحى من ذاكرتهم وذاكرة أوليائهم. حبيت نشكر الحضور الصغيرات هذوما اللي جاونا والأولياء متاعهم واللي استدعيناهم الكل واللي جاونا نشكرهم، وانا فرحانة ياسر ما تخيلوش في الفرحة متاعي اللي الحمد لله وصلنا وحققنا بعد المجهودات متاعي ومتاع الأعضاء ومتاع العبيد الكل اللي عطاونا. بارك الله فيك. حققنا الأمنية هذه اللي هي باش شرينا الحافلة 16 مقعد 16 طفل، وهذه الحافلة باش تمكن لهم التنقل وتسهل لهم حياتهم اليومية، وتمكنهم باش يقوموا بالرحلات نتاعهم الترفيهية والاستطلاعية. بارك الله فيكم. وانا جو سوي ايمو فريمون ايمو، خاطر ما كنش كانت أمنية وتحققت الحمد لله. جات في وقتها والحمد لله الحمد لله يعطيهم الصحة. وانا قبل كل شيء كي تقلنا احنا عملنا الجمعيه في صفاقس، بصراحه انا كنت في تونس قبل ما راهنت على حاجه وكسبناها، انه راهنت على طيبه رجال اعمال في صفاقس ونساء اعمال صفاقس. تحيه للرجال وللنساء اهل الخير الكل، تحيه لهم، نحب نصفق عليهم الكل، بارك الله فيهم ونقولوا شكرا لهم. اخر عطاء نتاع الناس هذوما مشكورين، وان شاء الله ربي يجازيهم خير، هي هالحافلة هذه اللي كانت معناها حقيقة عائق كبير، أنه الصغيرات يقرأوا في الشيرة ويروحوا في الشيرة، فمعناها توفرت لنا اليوم في هاللحظة هذه حافلة من الطراز الرفيع جديدة ويت ولا جديدة نوف، نقوله جديدة نوف جديدة نوف زيرو كيلومتر. فإن شاء الله في ميزان حسناتكم يا ربي. الإنسان راهو ساعات في الظروف هذه الإنسان يعجز على الشكر. هذه أكسيون كبيرة عملناها معناتها باش نوفروا حفلة للصغيرات هذوما، معناتها إلا فالو معناتها جي ترافاي، ولكن معناتها الأكسيون هذه ماهيش الوحيدة اللي عملتها الجمعية، خاطر احنا كل عام عندنا رئيسة وكل عام عندنا أكسيون كبيرة. الفكرة كيفاش جات؟ الجمعيات الكل تستحق، مي بون سي فري كو الصغار هذوما ديجا بور لي سولاجي سولاجي لي بارون في حكاية الغمساج نتاعهم، واحد يشوف روحه من صغير وكل نهار يهز ويجيب،
كو دير صغير ميم معناتها يزمك توريها ثنية ويزمك معناتها كمان حمل كبير. أطفال كل ما يتمنونه يد تأخذ بيدهم لتعبر بهم الطريق، طريق الحياة المليء بالمصاعب، فتحاول تذليلها لتخرج بهم من ظلمة نفق الألم إلى نور طريق الأمل.